ذا لايف. تمام، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقالي كتير ما عملتش معاكم لايف وانا راح الشغل، راح القناة العظيمة. خليني اقول لكم عنوان اللايف النهاردة، بنبه ان احنا خلينا حلقة يوم الاربعاء يا جماعة هتبقى الحلقة بتناقش اسئلتكم، مشاركتكم على الرقم. طبعا رقم القناة هتلاقوه طبعا موجود اول ما بتدي الحلقة، الرقم بيكون موجود تحت على الشريط وتبعتوا المشاركات. النهاردة يعني احنا يعني الناس اللي متابعين معايا، وده حاجة كانت جميلة جدا، الواحد عايز ان يعني الناس متابعة فعلا، ان جالنا اول مشاركة عن موقف من المواقف الجميلة جدا جدا مع واحدة من فانز يعني من متابعين البرنامج، وقالت على تجربتها تحفة جدا اللي هي بعد سماع حلقة. مش هحلق لكم الحلقة بقى اقولها اقول ايه، بس انا طبعا بقول ان النهاردة الحلقة مفتوحة من اول دقيقة، هنستقبل الاتصالات بتاعتكم يعني على مدار ساعة كاملة. ماشي، مش هقعد اخمكم بقى كل مرة واقعد ارغي وادوشكم والكلام ده، لا ان شاء الله باذن الله على مدار ساعة كاملة هيبقى بنستقبل اسئلتكم، وهقول لكم التجربه الجميله بتاعه البنوته العسوله اللي ربنا نجاها يعني بص بحولي وقوتي، يعني هتفرحوا جدا جدا من الموضوع ده، ولما تعرفوا يعني قد ايه لطف ربنا سبحانه وتعالى في حاجه زي كده الواحد بيفرح صراحه. انا عن نفسي واحده من الناس بفرح بحاجه زي كده. طيب خلينا، ده اول حاجه عايز انبه عليها، ان خلاص بقى يوم الاربعاء كله الاسئله، عشان محدش يقول مقرين اسئله وانا عايزاكم تعذروا والله، يعني الناس اللي بتزعل والكلام ده. بصوا يا جماعه، يعني انا كان الاول بيجي 1000 سؤال في اليوم، 1000 1100، دلوقتي 2000 سؤال في اليوم و2000 رساله، يعني وانا زوجه برده، ما انا عندي عيال برده، مش عايزه اقول لكم يعني الدنيا عامله ازاي. فطبعا يعني ان انا اقعد افنط واخلص 2000 رساله ده صعب. فاحنا بنجمع الاسئله اللي شبه بعضها، بنجاوب باقدميه الوصول عشان ما حدش يزعل. الحاجه الطارئه اللي فيها مزعل، ده هتطلق، ده انا مش عارفه ايه، ده انا المحكمه بكره، ده خلاص تمام، ده بناخده فعلا بسرعه عن التانيين. لكن احنا عايزاكم تعذروا على الكلام ده، وده احنا خلينا هم يوم الاربعاء هيبقى ليه الاجابه عن اسئلتكم كلها واتصالاتكم كلها، والاتصال مفتوح من اول دقيقه. ايه كمان مجاني بنجاوب عليه؟ فرحه بها، برنامج فرحه بها بتاع كل يوم سبت. احنا اولا عندكم الصفحه، الاسئله اللي بتيجي عليها بتطلع على طول على الشاشه، ما فيهاش تاخير الحمد لله. تاني حاجه، في اربع ارقام بتتصلوا عليها، خلاف رقم بيوت منوره، خلاف البث المباشر اللي بجاوب على اسئلتكم، خلاف لما بيبقى في حاجه طارئه كده واطلع اقوم جايه هوب قايله لكم معرفش حصل ايه ولازم يحصل ايه. ديت حاجه، ده كنت حابة اجاوب على النقطة دي. كمان يعني في البث ده حابة اقول لكم على نوع معين من انواع الاسئلة العظيمة اللي بتجيلي وانا بردش عليها، لكن انا هرد النهاردة اقول لكم ليه انا برد وليه انا ما بردش، يعني بس كده. اولا يا جماعة، يعني حياتي الشخصية يعني ما هيش عرضة على الملأ، يعني كلمينا طب اولادك قد ايه، طب كذا، وفين زوجك، طب ما تطلعي بزوجك مره، مش انا اللي بعمل الكلام ده، وبعدين مش عايزه اقول لكم عمكم الشيخ عامل ازاي يعني. يعني موضوع الحياه الشخصيه يعني ما بتبقاش عرضة، لكن احنا ممكن نعمل حاجه اللي حابب يتكلم معايا وما تحتلوش فرصه وعنده حاجه عايز يقولها. انا ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل بس على الانستجرام وندخل فيه ناس، هدخلكم كل الفانس اللي عايز يتكلم واللي عايز كذا، عيشوا حياتكم ان شاء الله باذن الله. هنعلن قبليها مثلا بثلاث اربع ايام بحيث ان انتوا يعني تكلموني ونقعد مع بعض ونعيش حياتنا، ده جزء. السؤال الثالث اللي انا بقول البس عليه، السؤال العظيم وانا نفسي تركزوا معايا في المعنى ده، الله سبحانه وتعالى بقى الوقت يكفي واحنا رايحين القناه نقعدش في النص. طب احنا في المنطقه اللي كلها مطبط لها هتلاقوا الايه صوره راحه يمين وشمال وهيس عظيمه كده. بصوا يا جماعه، الناس اللي بتحاول توصل للمثاليه ده شيء طيب، مفيش حد كامل، احنا عارفين الكلام ده، اعرفوا المعلومة دي، هو مفيش حد كامل، لكن في نفس الوقت مفيش حد مثالي، واحنا جميل ان احنا نوصل وان احنا نسعى ويبقى عندنا طموح وما نبقاش محلك سر، كل الحاجات دي حلوة، بس انك انت تقعد تعذب نفسك عشان خدت قرار والقرار ما نجحش، لا مش القرار ما نجحش، ده القرار ما فشلت فيه، ده ما تحققش منه ولا نسبة حتى 1%، اقعد اقول واجيب نهاية العالم واكتئب وايأس وخلاص ومش مكمل ومش رايق، لا 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 لا، هو احنا بنعمل ايه؟ هو احنا عايشين في الحياة ليه؟ غير علشان نجرب، فمرة تفلح مرة تسيب ومرة تخيب ومرة كذا، وبالاستعانة بالله وبالاخذ بالاسباب ضميرك بيبقى مرتاح. لكن ان انا اقعد اقول هو لازم القرار يكون صح 100%، مين اللي قال الكلام ده؟ ومين اللي قال ان لازم كل القرارات تكون
قرارات ناجحة لا لا لا، ده الجمال كله لما تفشل مرة واتنين وتتعلم وتخطأ مرة واتنين. الجمال بقى انك تتعلم من الخطأ ده، ما تفضلش واقع، ما تفضلش حاسس بالفشل وبلاء، او لا قوم وانهض وشوف طريقة تانية. الطريقة الاولانية ما كانتش مجدية، طب يلا بينا على الطريقة التانية. الطريقة دي مش عارفة ايه، طب يلا طب نشوف حاجة تانية. ويبقى عندك دايما امل ان الله سبحانه وتعالى مش هيسيبك، وان ربنا سبحانه وتعالى طالما انت بتاخد بالاسباب هيعينك عليها ويسبب لك الاسباب ويبارك لك فيها اولها واخرها، لان هو دوت وعد الله سبحانه وتعالى في اسمي، اسم الله الاول والاخر، واحنا المفروض نكون مؤمنين بحاجه زي كده. لكن بقى الموجه اللي طالعه، اصل انت لازم تاخد قرار يكون مين اللي قال انك لازم قبل ما تاخد قرار؟ احنا بناخد بالاسباب لنجاح القرار. خلي بالكم يا جماعه من النقطه دي، انا باخد باسباب نجاح القرار ان انا بستخير وبستشير وبشوف التجارب وبشوف الايجابيات والسلبيات والمتوقع والثمار المتوقعه على المدى القريب والمدى البعيد، دي اداره. عرفت اعمل الكلام ده وخدت بيها، طب وما حصلش توفيق؟ الله، مش نهايه العالم. ومش ومحدش لا انت ولا غيرك، لا زوج يحمل زوجة نتيجة قرار خاطئ مثلا حصل او كده. مش قرار خاطئ، هي حاولت واجتهدت وده اللي اصابته يعني. ونفس الكلام برضو بالنسبة للزوج، انت لا انت قلت وانت ضيعت. يا ستي هي الحياة لازم كده، لازم كده دايما. يعني هو العادة ان بيبقى الراجل هو المغامر، هو اللي صاحب كذا ويخوض وياخد قرارات جديدة ومش عارفه يجرب ايه ويعمل كده. لما تيجي البنوتة عندها حاجة زي كده اللي قدامها بتخض، الجري لا هي مش جورة، هي عندها طموح. طب ما نعمل تجوف فوقها بقى وتحط عليها ومعرفة انت اللي السبب وانت اللي طلعتي وخلي، لا لا لا، جربي وفشالي واخطائي وتعلمي واعملي تاني وتالت، ما هي الحياة كده يعني. ارجو الله سبحانه وتعالى ان النقطة دي تكونوا فهمتوها كويس، ومحدش يلوم على حد ولا حد يحمل حد. ان شاء الله انتظروني واقل من نص ساعه ان شاء الله من الان على قناه وطن، اسمها وطن والله يا جماعه، تردد 1-2-6-8-7 افقي. وان شاء الله هنستقبل اسئلتكم من اول دقيقه في الحلقه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا وتبقى اجعلها حلقه مباركه، اللهم امين. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.